السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو اللي راح نعمله هو انه راح نخلي الانيميشن اللي بنيناهن بالفيديو الماضي يستجيب من خلال الكود. طبعا رابط الفيديو الماضي بيكون بالوصف. خلينا بالاول نبلش ونستعرض المشروع اللي عندنا. عندنا عدة مشاهد بنيناهن بالفيديوهات السابقة. لو نيجي ونشغل المشهد الرئيسي اللي هو مشهد الليفل، بنلاحظ انه عندنا لاعب بيلعب انيميشن وبتحرك وبقفز وبسقط وكل هذا الكلام، لكن الانيميشن ما بتغيرن من خلال الكود. احنا اللي بدنا اياه بهذا الفيديو نخلي الانيميشنات هذول يتغيرن من خلال الكود. خلينا بالاول نروح على مشهد اللاعب ونتطلع، هذول هن العقد اللي عندنا، وفي عندنا عقدة الانيميشن بلاير في جواتها ثلاث انيميشنات اللي هن ايدل وجامب ورن. خلينا نروح على الكود تبع اللاعب. وين الكود تبع اللاعب موجود؟ هيو مشهد اللاعب جوا سكريبت اللاعب. لو نيجي نطلع عليها بامكاننا نبلش يعني نخربط ونعجق ونحط الانيميشن هون ونغير الانيميشن هون ونغيره بكل مكان، لكن اسلوب هذا غير منظم وما بيعجبنيش بالمره، فبدي استعمل نفس الاسلوب اللي كنا نستعمله قبل، انه نعمل اقتران خاص ونخليه يكون بس يعني له علاقة بالانيميشن. فهي بروسيس شغل الاقتران انيميت، هسه فانك انيميت نقطتين وباس، هي اقتران الانيميشن. كل شيء له علاقة بالانيميشن بدنا نحطه هون. هسه احنا شو في عندنا ثلاثة انيميشن، وين الانيميشنات موجودات؟ هون جوا هاي اللي هي الانيميشن بلاير. طيب هسه السكريبت وين موجودة؟ السكريبت موجودة هون على اللاعب، يعني على هاي العقدة. هسا مش راح نقدر ايش في عنا طريقة لحتى نغير خصائص هاي العقدة اللي هي بالداخل، كيف بدنا نغير خصائصها يعني بدون هو السكريبت على اللاعب؟ الحل بسيط، في عنا اقتران داخل محرك جودوت مبني اسمه جيت نود. جيت نود تسمح لنا ايش؟ ناخذ مؤشر على احد العقد، على اي عقدة طول ما هو معنا الامتداد تبعها. يعني شوفوا هي عندنا كل هذول العقد اللي هن داخل الانيميشن داخل المشهد نفسه. طيب لو مثلا نيجي ونحط عقدة زيادة هون مثلا هيك نود، كيف هاي بدنا نوصل لها؟ بسيطة نفس الاشي، جيت نود ولاحظوا هي لما تكون عقدة داخل عقدة شو بصير؟ بصير الامتداد فيه شحطة زي هيك، بس هذا هو الفرق الوحيد. طبعا هاي احنا ما بنحتاجها ولا بدنا اياها، فهي ديليت. اللي بدنا اياها احنا اني اللي بدنا اياها احنا طبعا شوفوا يعني تزيحوا زي هيك برجع التحت يعني انه بشيلها. هسه اني اللي احنا بدنا اياها، احنا بدنا اياها هاي الانيميشن بلاير، فبنيجي على الانيميشن بلاير ونسكر القوس. هسه ايش اللي بدنا نعمله؟ هيك صار عندنا مؤشر على الانيميشن بلاير. فهسه شو اللي احنا بدنا اياه؟ بدل ما نظلنا نحكي جيت نود جيت نود جيت نود، اللي بدنا نحكيه بانه زي هيك var animator تساوي زي هيك. يعني صار عندي هسه المؤشر هذا اللي بيأشر للعقد الانيميشن بلاير صار مخزن جوا متغير. هسه هيك بعد تخزين مؤشر لعقدة الانيميشن بلاير صار في عنا المقدرة لانه نستعمل صار في عنا المقدرة لانه نستعمل خصائص هاي العقدة داخل السكريبت. خلينا نشوف احد خصائصها. انا حافظ انه في لها اقتران اسمه بلاي، شوفوا لما نكبسه بيطلع عنا، لما نكبس عليه يعني نحط الانيميتر دوت بلاي لحاله بيكمل لنا اسامي الانيميشنات اللي احنا قمنا في بنائهن اللي هن هذولا. خلينا نجرب نحط انيميتر دوت بلاي انيميشن القفز. هسا نرجع على المشهد شوي اذكركم، هسا مشهد قصدي الانيميشن تاع القفز شو ماله؟ ما في عليه دوران. فايش اللي لازم يصير؟ اللي لازم يصير او اللي احنا بدنا اياه انه ينلعب مره واحده ويوقف زي هيك. بينما طبعا انيميشن الايدل مثلا عليه هاي اللي هي لوب دوران المفروض يظله ينعاد لحاله. فاللي بصير عندنا انه انيميشن تاع اللي عليه لوب بظله يعيد لحاله وهاي بيوقف، وهذا هو اللي احنا بدنا اياه. طبعا بعد ما نسيف نرجع على الليفل ونشغل، تلاحظوا انه في عندنا مشكله. شو هي؟ انه بيظلوا ينعاد انيميشن القفز بينما ما في عليه خاصيه اللوب، فاللي هي خاصيه الدوران. فاذا شو اللي بدنا نعمله؟ بدنا نفكر في طريقه جديده او نفكر في طريقه مختلفه لحتى النادي على اقتران لعب الانيميشن بدل هذا الاسلوب. ليش؟ لانه هيك حاليا بيظله يتشغل انيميتر دوت بلاي طول الوقت، فاللي بيصير عنا انه بيشتغل انيميشن القفز اكثر من مره، وهذا هو احنا ما بدنا اياه. فبدنا طريقه لحتى نحدد او نحد من خلال يعني انه نحد من المرات اللي بنلعب فيها الانيميشن بانه ينلعب مره واحده ويوقف. وطبعا الثانيات زي الايدل ما في عليه خوف، راح يظل ينلعب لحاله لانه عليه خاصيه اللوب.
فهسا اللي بدي اوريكم اياه اللي هو الحل. الحل انا فكرت فيه، فيعني من اساليب تفكير وهيك. البرمجة هي عبارة عن حل مشكلات، فبالاول كتبت الحل باللغة العربية عادي، يعني كتبته كتابة، وهسا بدنا نترجمه من خلال الكود. شو هو الحل؟ احنا متى بدنا نلعب انيميشن جديد؟ احنا بدنا نلعب انيميشن جديد فقط في حالة واحدة، وهي انه الانيميشن الجديد اللي هو اللي بدنا نشغله بده اول اشي يكون مختلف عن الانيميشن القديم، اللي هو الانيميشن او الانيميشن اللي حاليا شغال، او اخر انيميشن اشتغل. فالانيميشن الجديد بده يكون مختلف عن الانيميشن الحالي. وبرضه في عنا شرط ثاني، انه الانيميشن الجديد ما بدوش يكون فارغ، لانه اذا كان فارغ مش راح يلعب اشي. فعندنا شرطين، انه لازم يكون في عندنا الانيميشن فارغ، ولازم يكون مش فارغ، لازم يكون الانيميشن الجديد مش فارغ، ولازم يكون الانيميشن الجديد مختلف عن القديم. هسا شو اللي بدنا نعمله؟ بدنا مكان لحتى نخزن فيه الانيميشن القديم. فهي نحكي current animation تساوي شحطتين زي هيك، يعني هيك انه الانيميشن القديم اللي هو في بداية اللعبة شو راح يكون؟ فارغ، ما له قيمة. طيب فهسه اللي بدنا نحكيه احنا اف، هسه شو بدنا نحكيه؟ احنا بدنا نعرف شو هو الانيميشن الجديد اللي بدنا نلعبه فرضا. فهاي اذا السطر فيش داعي له فبنمسحه. فهسه var new animation اللي هو الانيميشن الجديد اللي بدنا نلعبه شو بده يكون؟ مثلا بده يكون jump اللي هو قفز. طيب فرضا انه هذا هو الانيميشن الجديد اللي بدنا نلعبه. هسه شو اللي بدنا نعمله؟ احنا بدنا نقارن هل الانيميشن الجديد مختلف عن الانيميشن القديم او لا. كيف بدنا نشوف هذا الحكي؟ if new animation لا يساوي current animation، اذا الانيميشن الجديد مش الانيميشن الحالي شو بدنا نعمل؟ لا، قبل هيك في عندنا شرط ثاني نتذكر اللي هو و، في عندنا شرط ثاني ايش هو؟ على شرط انه الانيميشن الجديد مش فارغ. وطبعا فاذا بنحط اند اللي هي و، الانيميشن الجديد لا يساوي فراغ. فاذا لما يكون هذول الشرطين صحيحات ساعتها بدنا نلعب الانيميشن الجديد. طبعا مش راح نختار واحد من هذول، اللي بدنا نختاره اللي هو نيو انيميشن اللي هو كمتغير عندنا. طبعا يعني هسه حاليا هي جامب، بس بعدين لقدام شوي هسه راح نحطها لاشياء مختلفه ثانيه. ممتاز. هسا احنا بنحكي زي هيك، انه اذا الانيميشن الجديد لا يساوي الانيميشن الحالي، سوي زي هيك. ممتاز. نيجي هسا نشغل الليفل نشوف. تلاحظوا انه بيظلوا يشتغل. ليش بيظلوا يشتغل؟ طيب لسه ما انحلت المشكلة. ليش؟ لانه في عندي مشكلة صغيرة وبسيطة، اللي هي بانه انا بحكي له العب الانيميشن الجديد، بس انا ما بحدث هاي، ما بحكي لها شو الانيميشن صار. ليش؟ لانه هون هيو تغير الانيميشن، بس ما حدثت هذا المتغير. فانا لازم اذكر الكمبيوتر واحكي له الانيميشن الحالي صار الانيميشن الجديد. نيجي هسا نشغل نشوف، وقف هيو زي هيك اشتغل تمام. طبعا هسا لحتى نتاكد انه هذا الحكي شغال، مثلا نحط run اللي هو انيميشن الركض اللي عملناه. شوفوا انيميشن الركض بيظله شغال بكل سلاسه. ليش؟ لانه عليه خاصيه اللوب. فهيك احنا حددنا من عمليه يعني المناداة على الانيميشن، بحيث انه هاي هذا اقتران اللعب ما بيشتغلش الا مره واحده بس، اللي هي متى بيشتغلش مره واحده اللي هي متى بتكون عندنا لما يكون على حسب يعني الشرط اللي ذكرناه في يعني اللي ذكرناه هون. هسه هي هيك احنا حددنا من عمليه الانيميشن. هسه اللي نعمله، هسه بدنا نحدد الانيميشن الجديد اللي هو النيو انيميشن طبقا لشو؟ طبقا للحركه. شو في عندنا اشي مسؤول عن الحركه بشكل كبير؟ اللي هي ال VEL، هي مسؤوله عن الحركه. ممتاز. خلينا هسه نشوف، نفكر بالانيميشنات اللي بدنا نلعبهن. ايش في عندنا بشكل عام؟ يعني نوعين رئيسيات، اللي هو لما يكون على الارض ممكن يلعب انيميشن القفز، وانيميشن لما يكون على الارض ممكن يلعب انيميشن الركض، وانيميشن الايدل اللي هو الوقوف. فشو بدنا نعمل؟ if is on floor، اذا كان على الارض فسوي لي اشياء معينه. هي مثلا باس فراغ، بعدين بدي احط else كمان باس فراغ. هيك يعني هون هسه اذا بيكون على الارض، وهون اذا ما بيكون على الارض.
طيب إذا بكون على الأرض في عندي احتمالين، ممكن يلعب أنيميشن ممكن يلعب يعني أنيميشن الأيدل أو أنيميشن، يعني ممكن يلعب أنيميشن الأيدل أو أنيميشن الركض. متى بلعب أنيميشن الأيدل؟ إذا بكون بتحركش. إيش في عنا إشي معروف عن الحركة اللي هي الـ VEL؟ فإذا الـ VEL على الـ X تساوي صفر، فشو بده يكون عنا الأنيميشن الجديد؟ الأنيميشن الجديد بده يكون عنا أنيميشن الوقوف. تمام، هس هون نرجع else. طبعا هون يعني else معناها وإلا، if معناها إذا، فإحنا بنحكي زي كأننا بنحكي بالعربي، يعني إذا السرعة على الـ X صفر الأنيميشن الجديد آيدل، وإلا يعني في كل الحالات الثانية شو بيكون الأنيميشن الجديد؟ new animation يساوي run. هيك هسا شو صار عنا؟ يعني هسا هنا إذا كان على الأرض، وإذا كان الأنيميشن الحالي مش إذا كان الأنيميشن الحالي صفر، إذا كانت قصدي السرعة على الـ X صفر، بيكون الأنيميشن الحالي آيدل وقوف. نيجي نشغل الليفل هسا نشوف، هاي هيك واقف صار يتحرك، بس المشكلة إنه لما أرجع لليسار ما بيلفش وجهه. ليش؟ لأنه بكل بساطة إحنا بس بنلعب الأنيميشن، إحنا اللي بنعمله إنه إحنا بنلعب الأنيميشن، فهاي في عنا مشكلة ثانية لازم نحلها. بإمكاننا نقعد نحاول نحلها هون وحالتنا حالة ونعجق الدنيا، لكن كالعادة يعني إحنا نمشي في أسلوب منظم. فاللي بدنا نيجي ونعمله إنه نعمل اقتران ثاني، والاقتران الثاني الجديد هذا هو يكون مسؤول عن عملية الالتفاف. تمام، هسا شو بدنا نسميه؟ set facing direction. هذا الاقتران الجديد اللي بدنا نعمله. ننزل نيجي هنا func set facing direction وهي باس. هسه هذا الاقتران هو اللي بده يكون مسؤول عن عملية الالتفاف. هسه خلينا نفكر كيف بدنا نلف وجهه للاعب كأنيميشن. الأنيميشن مرسوم، صعب نعيد يعني عملية الرسم، خصوصا إذا يعني مهارتنا في الرسم ضعيفة وهيك تكون صعبة شوي وفيها غلبة، لكن لحسن الحظ محرك جودوت عنا وبسهل علينا كثير. لو نيجي نتطلع على خصائص السبرايت، في واحدة من الخصائص اسمها فليب اتش، لو تحطوا عليها الفارة هيك بتنكتب داخل الكود اللي هو اللي تحتيها خط، الكلمة اللي تحتيها خط. طيب لو نيجي نكبس على الفليب اتش، شوفوا لما تكون صحيحة ترو، يعني لما تكون الصح موجود بيكون وجهه لليسار، لما تكون فولس بيكون وجهه لليمين. هاي شو بتعمل؟ هاي كل اللي بتعمله انها بتعكس الرسمة زي هيك يعني بس. فلو كانت الرسمة بالأساس لليسار لما نعكسها يعني بتصير لليمين وزي هيك. فهسه هي فولس نحطها ترو بتصير يسار، فنحفظها زي هيك انه ترو يعني يسار. ممتاز، نرجع على السكريبت. هون هسه بدنا نحدد اتجاه النظر. كيف نحدد اتجاه النظر؟ بدنا نغير خاصية الفليب اتش على السبرايت. بس خلينا نتذكر وين السكريبت هاي موجودة. السكريبت هاي موجودة على هون على اللاعب اللي هي الكينيماتيك بادي، تمام، وخاصية الالتفاف موجودة على السبرايت. فاللي بدنا نعمله بدنا نخزن عقدة السبرايت او مؤشر لعقدة السبرايت داخل متغير. هيها هيك خزناها هينا داخل المتغير. طبعا لاحظوا هون اللي بين الشرطتين اللي هو الاسم اللي هون، وهون اي اسم انا بحطه، لو سميتها جي عادي انا حر، لكن حاب انا اسميها زي هيك اسم بسيط يعني اللي هو سبرايت. هسه هون نشوف سبرايت دوت، شوفوا لحاله بكمل لنا فليب اتش مثلا، يعني مثلا هاي تساوي ترو، هيك راح يصير لليسار. نيجي مثلا نرجع على الليفل ونشغل، شوفوا هاي هيك صارت ظلوا لليسار. احنا طبعا ما بدنا اياه زي هيك، احنا على حسب الحركة بدنا نغيره. طيب متى بيكون بتطلع لليسار؟ اذا بتحرك لليسار. كيف بنعرف انه بتحرك لليسار ولا لا؟ اذا السرعة على الاكس اقل من صفر، اذا السرعة على الاكس اقل من صفر فهو بتطلع لليسار. ممتاز. طيب هون بدناش نحط else، هون بدنا نحط elif vel.x اكبر من صفر. وهسا بحكي لكم شو الالف هاي. هون نحكي هسا sprite.flipH تساوي false. هيك صار عنا شو؟ هسو الفرقية بين الالف والelse. الelse بتحكي لنا انه مثلا هون هاي، مثلا نرجع على هاي، انه بتحكي لنا ايش؟ انه اذا نترجمها للعربي يعني اذا السرعة على الx تساوي صفر فحدد هذا الانيميشن كالجديد، وإلا يعني في كل الحالات الثانية حدد الانيميشن الجديد كرن. تمام، بس هون شو في عنا؟ احنا عنا هون في حالة خاصة. ايش هي؟
احنا بنحكي هون كعربي يعني، اذا كانت السرعة على الاكس اقل من صفر فاقلب السبرايت. طيب واذا كانت هون التكميلة مش والا او في كل الحالات الثانية، لا هون التكميلة وفي الحالة هاي اللي هي الاكس اكبر من صفر فلفه. فهمتوا علي كيف؟ يعني هاي بتاخذ كل الالس كل الحالات الثانية، الال اف تسمح لنا احنا نحدد حالة خاصة ثانية، الال اف تسمح لنا احنا نحدد حالة خاصة ثانية. نيجي هسه نرد نشغل الليفل ونشوف هاي هيك بلف 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 بلف، تمام شايفين كيف؟ هسه هيك شغال تمام. ظل عندنا بس يعني جزء صغير اللي هو انه لما ظل عندنا بس جزء صغير اللي هو لما يكون في الجو. هسه لما يكون في الجو شو الانيميشن اللي بدنا نحدده؟ شو الانيميشن الجديد اللي بده يكون؟ الانيميشن الجديد بده يكون نيو انيميشن تساوي جمب اللي هو انيميشن القفز. بس نيجي هسه نشغل الليفل كمان مرة، شوفوا هيو زي هيك، هي قفز ظله ثابت وهي هيك صار شغال تمام. وهيك بنكون شبكنا الانيميشن من خلال الكود. اهم الاشياء اللي تنتبهوا عليها يعني اللي هو تنظيم الشغل، اللي هو تنظيم الشغل يعني كان كل هذا الحكي اللي كتبناه كان في امكانيه عادي جدا انه تعملوه جوا اقتران واحد، لكن راح يصير صعب جدا انه اذا في عندك خطأ انه تلاقيه وتحله. لكن هيك اذا في عندك اي خطأ عادي جدا تيجي وبتحط، يعني اذا كان مثلا في عندنا خطأ بالانيميشن نيجي وبنطلع على هذا الاقتران وخلص كلهن شو يعني هون 15 سطر بنطلع عليهن وبنلاقي حل للمشكله. وزي هيك يعني اذا كان في عندنا خطا في الاتجاه انه يطلع يمين ولا شمال نيجي بنطلع هون وعلى طول يعني بنكون حليناها واوجدنا الحل يعني بكل بساطه. تمام فهيك يعني هذا هو اهم شيء انه يكون عند كتابه الكود تحاولوا تنظموه في اكبر كم ممكن، ويفضل انه تعملوا اقترانات كل اقتران بيسوي وظيفه واحده بس. وهيك يعطيكم العافيه، بنكون هيك خلصنا يعني وشبكنا، يعني هيك احنا خلصنا وهي شبكنا اللاعب تمام.